نعم، نتكلم اليوم عن عقد مباشر للاستيراد من تركمانستان عبر إيران. هل لديكم المزيد من التفاصيل حول هذا العقد؟ العراق يحتاج إلى الغاز الطبيعي لتشغيل بعض محطات الطاقة الكهربائية. الغاز الطبيعي هو أفضل وقود بالنسبة لتشغيل هذه المحطات، وسبب حاجته إلى الغاز التركمانستاني والغاز الإيراني هو عدم استثمار الكامل للغاز الطبيعي الموجود في العراق. العراق يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تبلغ 143 تريليون قدم مكعب، تضعه في المرتبة 13 في العالم، والاستثمار وصل إلى بحدود 65% بالنسبة للغاز المصاحب. في حال اكتمال هذا الاستثمار ووصول إلى 100% لن تكون هناك حاجة إلى استيراد الغاز من الخارج، وبالتالي يمكن استثمار هذا الغاز في تشغيل محطات طاقة، وممكن خلال بضعة سنوات نصل إلى مرحلة تصدير لهذه الثروة الكربونية، وبالتالي ستمثل رافد جديد أو إيرادات جديدة لرفد الموازنة العامة والاقتصاد العراقي. طيب، في حال هبوط أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، كيف سيتعامل العراق مع هذا الانخفاض ونحن نتكلم عن موازنة تعتمد بنسبة 90% على الواردات النفطية؟ نعم، هذا الكلام صحيح. العراق في حال انخفاض أسعار النفط سيكون أكثر المتضررين لسببين. أولا ارتفاع إنتاجه، ينتج أكثر من 4 ملايين برميل يوميا، وارتفاع نسبة اعتماده على النفط أكثر من 90%، وعدم وجود إيرادات أخرى، وبالتالي الرقم المثبت في قانون الموازنة هو 70 دولار، فأي انخفاض عن هذا الرقم سيؤدي إلى زيادة العجز الموجود. وبالعكس، عندما يرتفع الأسعار ترتفع الأسعار عن 70 دولار فستوفر وفرة مالية ستقلل من العجز الموجود. ولحسن الحظ الانخفاض اللي حصل قبل أسبوعين دون 70 دولار كان مؤثرا ولو لفترة بسيطة على الاقتصاد، لكن الأسعار الآن هي بحدود 78 وتقترب من 80، وبالتالي يوجد 8 دولارات إضافية عن السعر 70، ويعني على الأقل 5 دولارات ستمثل إيرادات إضافية تشكل عامل إيجابي بالنسبة للاقتصاد والموازنة العراقية. لكن في حال الانخفاض عن 70 ستكون هناك إشكالية، وبالتالي يجب أن تعالج عن طريق زيادة الإيرادات الأخرى غير النفطية بالنسبة للعراق.